متابعينا الكرام، اشواطنا مستمره وتحدياتنا رائعه في هذا المساء الجميل. اعلنت ومنذ لحظات انطلاقه شوطنا الثامن في تعداد اشواط مساء هذا اليوم، الشوط الثامن وهو الشوط الخاص مشاهدينا متابعينا الكرام بالاذاعه الجعدان المهجنات الاصايل المملوكه لاصحاب السمو الشيوخ. ننطلق بالصداره، نتابع بدايه هذا الشوط، نتابع المقدمة، نتابع الاندفاع المثير، الاندفاع التلقائي الحاضر دائما مع الأمتار الأولى. الصدارة والمقدمة مشاهدينا متابعينا الكرام، واللي قاد المجموعة في هذه اللحظات مدلل التابع لهجن العاصفة يقدمه الواثق حمد بن راشد بن غدير، يلي مجد مع المركز الثاني لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ومتابعة علي بن راشد بن غدير. ننطلق مع المركز الثالث كي أرى التسلل مشاهدينا متابعينا الكرام من الخوار بشعار سمو الشيخ خالد بن سلطان بن زايدان الهيان وانطلاقة أحمد بن خلفاب بن صايغ المزروعي، ولكن أرى هني مشعل بدأ يتسلل وينطلق بالمقدمة مباشرة، شعار سمو الشيخ زايد بالمر بن مكتوم المكتوم ومتابعة حمد بن علي العويسي مضمر الخمس نجوم من يتابع انطلاقة مشعل. ولكن التحديات القادمة في هذه اللحظات والتسلل المثير والرائع، نتابع سراب لسمو الشيخ محمد بالمر بن مكتوم المكتوم وبقيادة أحد الشباب سعيد بن سالم النينيبي من بدأ يتسلل وينطلق أيضا بالمقدمة والصدارة. ولكن نعود مع المركز السادس مشاهدينا متابعينا الكرام، نتابع التحديات من الذيب البشعار سمو الشيخ نهيان بن ذياب بن سيف بن محمد آل نهيان ومتابعة وانطلاقة الصادق فضل الأمين سابع. التحديات رهنية الحاسم من بدأ يتسلل مع المركز السابع، شعار سمو الشيخ راشد بن حمدان بن رايد المكتوم، عتيج بن سالم بن عرطي الحميري من يقوده بهذا الانطلاق. ومع المركز الثامن، المركز الثامن أرى التسلل أيضا من هملول لمعالي الشيخ محمد بن بطي آل حامد وسعيد بقيادة محمد بن سعيد بن بروك الحميري. نتابع المركز التاسع مشاهدينا متابعينا الكرام، وأرى التسلل لمرموق من بدأ يتسلل مع المركز التاسع، مرموق التابع لهجن العاصفة وانطلاقة الواثق حمد بن راشد بن غدير. ومع المركز العاشر، المركز العاشر التحديات أيضا في هذه اللحظات، مشعار سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن رايد المكتوم وانطلاقة عبيد بن محمد بالضبيعة من أعلن هذا الانطلاق اللي هو طيلان من بدأ يتسلل مع المركز العاشر. هذه النتيجة والنداء الأول للعشر المراكز الأولى. ولكن بنعود مع الصدارة، نتابع البداية، نتابع المقدمة، نتابع التحديات المثيرة والكوكبة، الكوكبة اللي مع الكادر العلوي لقناة دبي ريسينج. سراب من انطلق بالصدارة لسمو الشيخ محمد بالمر بن مكتوم المكتوم وبقيادة سعيد بن سالم الينيبي من يتابع انطلاقة سراب والمغادرة للوحة الثلاثة كيلو مترات. ولكن أرى مدلل من الجانب الآخر مدلل التابع لهجن العاصفة وانطلاقة الواثق حمد بن راشد بن غدير مشعل من يتسلل مع المركز الثالث، شعار سمو الشيخ زايد بالمر بن مكتوم المكتوم وانطلاقة حمد بن علي العويسي. ولكن الهجوم الهجوم الهجوم، نتابع المتحد من بدأ ينطلق أيضا مع المركز الرابع بشعر سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم وعلي بن راشد بن غدير قائد العمليات في الفرقة 11 من يتابع انطلاقة المتحد. الحاسم يتسلل مع المركز الخامس، شعر سمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم ومسري وعتيج بن سالم بالعرطي أيضا بأحمد يتابع 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 انطلاقة الحاسم. ومع المركز السادس، المركز السادس رهني الخوار بشعار سمو الشيخ خالد بن سلطان بن زايد النهيان واحمد بن خلفاب الصايغ المزروعي من يقوده بهذا الانطلاق. الذيب يتسلل
مع المركز الثامن مشاهدينا متابعينا الكرام والتحديات المثيرة والانطلاقات الرائعة. الذيب 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 من بدأ يتسلل بهذا الانطلاق لسمو الشيخ نهيان بن ذياب بن سيب بن محمد نهيان ومتابعة الصادق فضل الأمين ومطيلان وصل مع المركز الثامن لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن رايد المكتوم عبيد بن محمد بن ضبيعة في عملية تضمير وتدريب. ولكن رصوغان ينطلق مع المركز التاسع لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن رايد المكتوم مسري بن سالم بالعرطي الحميري من يقوده بهذا الانطلاق المثير بهذا التحدي الرائع. وعاشرا مشاهدينا متابعين الكرام أرى التحديات في هذه اللحظات بشعار سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم من بدأ يتسلل أيضا وينطلق بأول نداء اللي هو جمر يقدم الخطير أحمد بن سلطان بن رشيد. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام. ولكن لنا عودة مع الصدارة مع البداية مع المقدمة ومدلل يقود هذه الجموع يندفع بالصدارة منذ البداية مشاهدينا. مدلل مشاهدينا متابعينا الكرام من ينطلق بالصدارة من يندفع منذ البداية بناموس هذا الشوط بالفعل مدلل يدلل على الصدارة ينطلق بالمقدمة بشعار هجن العاصفة وانطلاقة الواثق حمد بن راشد من غدير. ولكن أرى مشعل مع المركز الثاني لسمو الشيخ زايد بن مر بن مكتوم ومتابعة حمد بن علي العويسي والخوار بدأ في هذه اللحظات بالهجوم مع المركز الثاني لسمو الشيخ خالد بن سلطان بن زايد آل نهيان واحمد بن خلفان بن صايغ المزروعي. ولكن بنعود مع الصدارة ما شاء الله تبارك الله على هذا الانطلاق على هذا العرض الجميل والانفراد اذكروا الله يا مشاهدين يا متابعين مع هذا الانطلاق الجميل اللي قدمه مدلل وهو يندفع بالصدارة يندفع بالمقدمة بشعار هجن العاصفة هذه الامبراطورية العملاقة في هذا العالم الساحر. ولكن أرى الخوار بدأ في الهجوم مع المركز الثاني ومدلل يباعد المسافة بشعار هجن العاصفة وانطلاقة الواثق حمد بن راشد بن غدير. تهانينا لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن رايد المكتوم على فوز مدلل بالمركز الأول ولحظات وصوله واغترابه من خط النهاية. تهانينا للواثق حمد بن راشد بن غدير ولحظات وصول مدلل واغترابه من خط النهاية. تهانينا لهجن العاصفة على فوز مدلل بالمركز الأول. المركز الثاني الخوار لسمو الشيخ خالد بن سلطان بن زايد آن نهيان والمركز الثالث يصل فيه مشعل لسمو الشيخ زايد بن مر المكتوم المركز الرابع الذيب لسمو الشيخ نهيان بن ذياب بن سيب بن محمد نهيان والمركز الخامس جمر لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم. هذه النتيجة للخمس المراكز الأولى. ولكن لنا عودة مع التوقيت الزمني مشاهدينا متابعينا الكرام ولحظات وصول مدلل إلى خط النهاية يأتي بتوقيت زمني مقداره 9 دقائق 21 ثانية بالوفاء والتمام. تهاني لهجن العاصفة والتهاني موصولة للواثق حمد بن راشد بن غدير على فوز مدلل بالمركز الأول. الخوار يأتي مع المركز الثاني 9 دقائق 22 ثانية وجزئين من الثانية. تهانينا لسمو الشيخ خالد بن سلطان بن زايد النهيان والتهاني موصولة لأحمد بن خلفان بن صايغ المزروعي. بينما اللي وصل مع المركز الثالث مشعل هذه لحظات وصوله إلى خط النهاية يأتي بتوقيت زمني مقداره 9 دقائق 28 ثانية وخمس أجزاء من الثانية. تهانينا لسمو الشيخ زايد بالمر بالمكتوم والتهاني موصولة لحمد بن علي العويسي. تهانينا للجميع والناموس شاهدينا.